السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الديسيز اللي بتأثر عندي على اليورينري سيستم في الإكواي. قبل ما نتكلم عن الديسيز اللي بتأثر على اليورينري سيستم في الإكواي، نشوف كده تركيب اليورينري سيستم في الإكواي بيكون عامل ازاي. اليورينري سيستم بيتكون عندي من 2 كيدنز، 2 يوريتر، اليورينري بلادر، واخر حاجة عندك اليوريثرا. الصورة اللي قدامك بتوضح تركيب اليورينري سيستم في الميل والفيميل. الصورة اللي على اليمين بتوضح الشكل في الفيميل، والصورة اللي على الشمال بتوضح تركيب اليورينري سيستم في الميل. الفرق بين الميل والفيميل هو في اليوريثرا. اليوريثرا بتكون شكلها في الفيميل بتكون وايد وشورت، اما في الميل بتكون لونج ونارو، وده اللي بيخلي فرصة حدوث الاوبستراكتيف يوروليسياس في الميل بيكون اكتر من الفيميل. نيجي نتكلم الاول عن الفانكشن اوف يورينري سيستم، ايه الدور او ايه الوظيفة اللي بيقوم بيها اليورينري سيستم، وبالتالي لما يبدا يحصل عندي ديسيز كونديشن هيبدا ياثر عندي على هذه الوظيفة. اول حاجه بنقول ان اليورينري سيستم له دور في الريجوليشن للووتر والالكترولايت والاسيد بيز بالانس. الحاجه الثانيه ان هو بنقول كمان ان هو له دور في الحفاظ على البلاد بريشر. الحاجه اللي بعد كده بنقول ان هو له دور في الميتابوليزم سواء للاندوجينوس او الاكسوجينوس كومباوند. كمان بنقول ان هو له دور في الاكسكريشن of endogenous waste product. احنا عارفين نتيجة الميتابوليك بروسيس اللي بتحصل عندي في الجسم بتاع الانيمال بينتج عنها waste product. الwaste product دي بتبقى توكسيك للجسم فلازم تخرج من الجسم. واحد من الاستمات اللي بتبقى معنية بخروج التوكسيك waste product هو اليورينري سيستم. كمان برضو excretion الاكسوجينوس كيميكال، عارفين طبعا لو الانيمال بياخد دراج بيحصل لها بتأدي دورها وبيبقى فيه ميتابولايتس المفروض برضو بتخرج من الجسم، وبرضو اليورينري سيستم له دور في الاكسكريشن اوف اكسوجينوس كيميكال. بنقول اللي هو له اندوكراين فانكشن اللي هو البرودكشن لبعض الهرمونات زي الاريثروبايتين هرمون اللي هو له دور في عملية الإريثروبيسيز اللي هو تخليق الأربتيز، وكمان الرينين هرمون ده له دور في ريجوليشن اوف بلاد بريشر. بنقول كمان ان اليورينري سيستم له دور في عملية تكوين الاكتف فورم من فيتامين دي 3. اول مرض هنتكلم عنه اللي هو السيستايتس. طب نبدأ الاول يعني ايه سيستايتس. السيستايتس هو عبارة عن انفلاميشن للميوكوس ميمبرين لايننج لليورينري بلادر. المرض ده كاركترستيك كلينيكال ساينز بالنسبة له فريكوانت بينفول يورينيشن. طيب تعالى نتكلم عن الايتيولوجي اوف سيستايتس. بنقول الايتيولوجي هيبقى نتيجة انفكشن هتخش عندي اليورينري بلادر. في الحالة الطبيعية وفي العادي بيبقى في بكتيريا في اليورينري بلادر بس بتخرج مع النورمال فلو اوف يورين خارج الجسم. طيب ايه بقى اللي هيسهل ان يحصل عندي الانفكشن او يدخل عندي ان البكتيريا اللي موجودة تعمل عندي مشكلة في اليورينري بلادر؟ نقول يا اما نتيجة تروما، يا اما نتيجة ان هيبدأ يحصل عندي استجنيشن لليورين او اليورين هيفضل موجود في اليورينري بلادر لفترة طويلة. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل عندي تروما؟ تروما يعني هتبدأ تعمل عندي انجري في الول او في اليورينري بلادر، فده هيسهل عندي الانفيجن بالنسبة للبكتيريا وهيبدأ يعمل عندي ايه المشكلة او الانفكشن. زي ايه الحاجات اللي تعمل عندي تروما؟ لو في عندي كالكولاي في اليورينري بلادر هتبدا تعمل عندي انجري للول وهتسهل الموضوع ده، او لو انت بتعمل كاسترايزيشن بتجمع يورين عن طريق الكاسيتر والكاسيتر دي كانت كونتامينيتد فهتبدا تدخل عندي
البكتيريا جوه اليورينري بلادر، ولو انت بقى عملت انجري بالكاسيتر فانت كده سهلت دخول الانفكشن ليه، وعملت كمان الانجري فدخلت البكتيريا لليورينري بلادر. الحاجه اللي بعد كده ان يحصل عندك استجنيشن او ريتنشن لليورين لفتره طويله في اليورينري بلادر، وده بيكون يا اما نتيجه ان حصل عندي ديسيز كونديشن في اليورينري بلادر اللي هو الباراليسيز في يورينري بلادر، او في حالات الليت بريجنانسي نتيجه الويكنس في المصل اللي بيبقى حاصل في الفتره دي. طيب الاستجنيشن اوف يورين هيعمل ايه؟ الاستجنيشن اوف يورين ده هيبدا ان هو برضو في ايريتنت ماتيريال تبقى موجوده في اليورين، هتبدا تعمل عندي ايريتيشن، وهيبدا برضو يحصل انجري في الممبرين، وده هيخلي كمان هيدي فرصه للبكتيريا ان هي يحصل لها مالتيبليكيشن، فيبقى سهل عليها جدا ان هي تعمل انفيجن للميوكس ممبرين وفي اليورينري بلادر وتبدا تعمل عندك المشكله. طيب تعالوا نتكلم على الكلينيكال ساينس او ايه الاعراض اللي تظهر عندي على الانيمال. الاعراض اللي هتظهر عندي على الانيمال قلنا الكاركترستيك كلينيكال ساينس اللي هو فريكوينت بينفول يورينيشن، بيبقى فيه بينفول سنسيشن والديزاير لليورينيشن، وده بيكون نتيجه ان السيستايتس بيكون مصاحب معاه يوريثرايتس او انفلاميشن في اليوريثرا. بنقول كمان ان الحيوان، ودي حاجه كاركترستيك جدا وبتبقى مهمه، ادوبت البوتشر اوف يورينيشن لمده عده دقائق بعد ما بيتوقف ايه خروج اليورين من اليورينري سيستم. يعني الحيوان بيفضل واخد وضعيه اليورينيشن لدقائق معينه بعد ما بيخلص بعد ما بيخلص خروج اليورين. كمان بنقول ان كميه او الفوليوم اوف يورين اللي بيخرج في كل مره بيكون كميه صغيره عن الحيوان الطبيعي، واليورين ده بيكون كونتيننج بلاد او بيحصل تشينج في الكلر، بيبقى ريد في الكلر نتيجه وجود البلاد فيه. كمان بنقول في بعض الحالات بيكون في كوليك او ابدومينال بين، وبعض الحالات كمان بيكون معاها فيفر او ارتفاع في درجه الحراره. ودي صورة بتوضح البوتشر اللي احنا قلنا عليه، الحيوان ادوبت البوتشر اوف يورينيشن ل سم مينتس افتر اي سيشن اوف يورينيشن. والصورة دي بتوضح الديفيكالت بينفول يورينيشن في الهورس، حيوان بياخد الوضعية بيبقى فيه ستريننج ديورينج اليورينيشن. ودي صورة بتوضح برضو الحيوان لما بيجي يعمل يورينيشن، لو خدتوا بالكم غير البين اليورينيشن ده مش هيبقى واضح طبعا على الصورة، بس الصورة واضح فيها ان اليورين اللي نازل في تشينج في الكالر اوف ذا يورين في الهور. نيجي بقى نتكلم عن الدايجنوز، هبدأ اشخص حالة زي كده ازاي. اشخص حالة زي كده عن طريق الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس اللي احنا قلنا عليها، ونيجي بقى ليه اللي هو اللاب دايجنوز. هتاخد عينه يورين من الحيوان اللي فيه شفت عليه الاعراض وسمعت الهيستوري بتاعه، هاجي اعمل اكزامينشن لليورين سامبل، هلاقي تحت الميكروسكوب السيدمنت، طبعا اليورين سامبل هتعمل لها سنتريفيجيشن، تاخد السيدمنت هتلاقي عندك نسبه الار بي سيز والباسل والديسكوميتد ابيثيليال سيلز هتلاقيها كتير. كمان هلاقي لما اجي اعمل بكتيرولوجيكال اكزامينشن، طبعا هبدا اعمل ايزوليشن وكالتشر وسنسيتيفيت تيست عشان اعرف ايه نوع البكتيريا اللي موجوده معايا. الحاجه اللي بعد كده برضو ممكن تساعدني في الدايجنوز والتشخيص ان انا استخدم الالترا ساوند والاندوسكوب. ودي صورة بتوضح اليورينري بلادر باستخدام الالترا ساوند اكزامينيشن في حالات السيستايتس في الورس، هتلاقي ان الصورة قدامك الوول اوف يورينري بلادر بيبقى بيحصل له سكند وبيبقى الريجولر، تمام. وكمان لو تاخد بالك الصورة اللي بيشير ليها السهم المكتوب عليه يورين والباص، في الطبيعي اليورين لما انت تصور اليورين البلادر بالالترا ساوند شكل اليورين بيبقى ازاي بالسونار، بيبقى ان اكويك، يعني بتبقى بلاك اليورين ده، المفروض الصوره تبقى بلاك، لكن لو انت تاخد بالك هنا بتبقى شكلها رمادي او بلاك في دوتس
بتبقى وايت كده، ده معناه ان اليورين ايه كونتيننج، ايه كونتيننج، بس نسميها هايبو ايكويك. نيجي للصورة دي، الصورة دي بتوضح شكل اليورينري بلادر او صورة اليورينري بلادر باستخدام الاندوسكوب او المنظار، وده برضو في حالة سيستايتس هتلاقي ان الوول اوف يورينري بلادر هتلاقيه ايه انفليند او في انفلاميشن. طيب التريتمنت بقى نتعامل مع حالة زي كده ازاي؟ بنقول اول حاجة هستخدم الانتي بيوتكس لان الكوز عندي انفكشوس بكتيريا، وهستخدم يا اما الانتي بيوتيك اللي بستخدمه اكوردنج للكالتشر والسنسيتيفيتي، او ممكن استخدم انتي بيوتيك بيأثر عندي على اليورينري سيستم. بنقول الفترة اللي هستخدم فيها الكورس في انتي بيوتيك تختلف اكوردنج للكيس اللي معايا والسيفيريتي والحال اللي الحيوان واصل لها. بنقول ممكن تاخد من 7 ل 14 يوم. بستخدم انتي انفلاماتوري عشان عندي انفلاميشن، وبعض الحالات كمان بيكون في ارتفاع في درجة الحرارة، هستخدم ادراج تبدا تغير عندي البي اتش اوف يورين، وكمان بيبقى ليها انتيسيبتيك رول يعني ليها تاثير على البكتيريا زي الهيكسامين. كمان بنقول مهم جدا ان يكون في فري اسيس للووتر بالنسبه للانيمال عشان يساعد معايا على الفلاشنج اوف اليورينري ايه سيستم. طيب الدراجز اللي انا ممكن استخدمها قلنا انتي بيوتيك، قلنا ممكن استخدم زي ايه ياثر عندي على اليورينري سيستم، زي النوروسيلين او البنستريب، هما الاثنين دول حاجه واحده، هما عباره عن بنسيلين ستريبتومايسين، بستخدمهم سنتي ل 20 او 25 كيلو جرام انترا ماسكولار. الفرق بينهم ان النوروسيلين ده بيكون البيز دي بتبقى اكواس بيز، اما البنستريب بتبقى اويلي بيز، يعني بيبقى محمل على بيبقى محمل ازاي. لكن النوراسيلين افضل من البنستريب في الاكواين، عشان بعض الاكواين او الهورس بيبقى فيه سنسيتيفيتي لما بيتحقن بالبنستريب اللي هو اويلي بيز. الادراج التاني ممكن برضو ياثر عندي على اليورينري سيستم او الانفكشن في اليورينري سيستم، الجنتامايسين زي الجنتا كيور 10%، ده بيبقى جرعه 4 سم ل 100 كيلو انترا ماسكولار. وكمان عندي من السلفوناميد هيكون البرجال اللي هو بيبقى جرعته 3 سنتي لل 50 كيلو جرام انترا ماسكولار او سلو انترا فيس. وده شكل للدراجز اللي احنا قلنا عليه. طيب الانتي انفلاماتوري ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم الفينادين، ده بيبقى سنتي لل 45 كيلو جرام انترا ماسكولار او انترا فينس، وده بيبقى طبعا انتي انفلاماتوري، وكمان له دور في حاله لما يبقى فيه توكسيميا عندي او في بعض البكتيريا تعمل توكسيميا، فهو له دور افكتيف في حالات التوكسيميا. ممكن نستخدم ايه تاني؟ الفينايلوجيت او جرعات موجوده، والديفلام او الديكلوفايف او الديكلوبريما او الانالجين، كل الحاجات دي بتشتغل كانتي انفلاماتوري وانتي ايه بايريتك. وكمان كل دراج مذكور قدامه الجرعه اللي انا بستخدمها والروت وده شكل للدراجز اللي انا ممكن استخدمها كانتي انفلاماتوري. نيجي بقى احنا قلنا ان في بعض الحالات بيكون في عندي كوليك او ابدومينال بين، فانا استخدم دراج يعمل عندي سموث ماسل ريلاكسنت زي البسكوبان او الفيزرالجين، ده بيبقى امبول 70 كيلو جرام. كمان قلنا ان بيبقى فيه هيموراج او بليدنج او فيه بلاد بينزل مع اليورين، هستخدم حاجه انتي هيموراجيك زي الامريكي او الكابروم، برضو امبول 70 كيلو جرام، بتقدرها بوزن الحيوان اللي قدامك وتحسب الجرعه. قلنا كمان في التريتمنت هستخدم دراج يعمل عندي تشينج للبي اتش، وكمان بيبقى له دور كانتيسيبتيك او له افكت على البكتيريا. قلنا زي الهيكسامين، الهيكسامين موجود في صورة كوميرشال زي الكوليورينال او البروكسامول، بيبقى الدراج ده بيبقى في صورة باودر، حاجة بياخده اورال، بيحصل لايبريشن للفورمالدهايد. الفورمالدهايد اللي يحصل لايبريشن في اليورين بيبقى له انتي بكتيريال اكتيفيتي على البكتيريا اللي بتعمل انفكشن في اليورينري تراك. في حاجه مهمه جدا عايز اشير ليها، احنا كنا بنقول فوق في الدراجز اللي انا بستخدمها
كأنتي بكتيريا، قلنا استخدم انتي بيوتيك وسلفونامايد زي البرجال، كونترا انديكيشن ان استخدم مع السلفونامايد الكوليورينال او البروكسامول او الدراجز دي. ليه؟ لان بيحصل عندي انتر اكشن بينهم وبينتج انسوليبل بريسيبتيت، فيفضل في حاله لما لو انا محتاج ان انا الكوليورينال او البروكسامول ما استخدمش البرجال، استخدم حاجه تانية، او لو انا بستخدم البرجال ما استخدمش معاه الكوليورينال او البروكسامول. طيب تعالوا نتكلم بقى على المرض اللي بعد كده اللي هو الباراليتيك بلادر او الباراليسيس اوف اليورينري بلادر، او المشكله اللي بتحصل منه اللي هو اليورينري انكونتيننس. بنقول الباراليتيك بلادر هو عباره عن باراليسيس اوف اليورينري بلادر بينتج عنه يورينري انكونتيننس. طيب ايه الايتيولوجي او ايه المسبب عندي؟ بنقول ان المسبب عندي ان حصل عندي ليجن في منطقه اللي هو اللامبو ساكرال بارت من السباينال كورد، بمعنى تاني ان حصل عندي مشكله في منطقه السباينال كورد والنيرف اللي بتبقى مغذيه للمنطقه دي. بضافة النيرفات دي بتغذي مين كمان؟ بتغذي عندي اليورينري بلادر، فلما يحصل فيها مشكله هتبدا تاثر كمان عندي على اليورينري بلادر. بنقول زي ايه؟ زي نيورايتس او انفلاميشن للكودا اكواينا. الكودا اكواينا ده اللي هو الكودا البارت من النيرفات اللي هي في منطقه الساكرال والكوكسوجيال ريجون. كمان بنقول ممكن يكون نتيجه انفكشن زي الاكواين هيربس فيروس 1 بيعمل حاجه اسمها مايلو انسفلايتس. كمان بنقول ممكن يكون نتيجه بعض النباتات اللي الحيوان بيتغذى عليها زي السودن جراس، فبيعمل المشكله بسميها انزوتيك اكواين اتاك ديسستايتس، او بسميها سودن جراس اور سودن اتاك ديسستايتس. ده بيكون نتيجه ان النبات ده اللي هو السودن جراس اللي هو عندنا بنسميه الذره الرفيعه او بيسموه الدروه، اللي بيبقى نسبه السيانايد فيه بتبقى عاليه. الحيوان كان لفتره كبيره فعمل مشكله بسميها ايه؟ ان هو يبدا يعمل عندي دامج في النيرف عن طريق ان هو بيعمل ديجنريشن وديمايلينيشن للنيرف. كمان ممكن يكون المرض ده او المشكله دي تحصل نتيجه فراكشر، ودي بتبقى نتيجه باد مانجمنت. ممكن صاحب الحاله ضرب الحيوان على منطقه الباك او منطقه التيل فعمل عندي فراكشر في بعض الفقرات، او الحيوان بتحرك حركه مش مظبوطه فحصل برده فراكشر برده في حالات الاوستيومايلايتس او لو في نيو بلازم. طيب تعالوا نتكلم عن الكلينيكال ساينس او ايه الاعراض اللي بتظهر في حاله الباراليتيك بلادر. قلنا الحاجه الكاركترستيك اللي هو اليورينري انكونتيننس، يعني ايه؟ يعني في المرحله الاولانيه بتلاقي ان اليورينري بلادر بتبقى ديستندد باليورين او مليانه باليورين، فيبدا الحيوان يعمل دريبلنج لليورين او اللي انا بسميه اليورينري انكونتيننس. مع اي موفمنت، مع اكسرسايز، اي حاجه تعمل عندي انكريز في الانتر ابدومينال بريشر هتبدا تخلي عندي ايه؟ في دريبلنج اليورين او اليورينري انكونتيننس. في المرحله الاخيره او المرحله اللي بعد كده بيحصل ايفاكويشن لليورينري بلادر بطريقه انفولنتري، يعني هو مش بيبقى متحكم فيها، بس الايفاكويشن ده ما بيبقاش كومبليت، يعني ما بيحصلش تفريغ كامل لايه؟ لليورين اللي موجود في اليورينري بلادر. فبيحصل ايه؟ بيبقى في يورين استاجننت او ريتند في اليورينري بلادر، فده بقى اللي بيعمل عندي كمان مشكله مع الباراليتيك برادر، بيبقى فيه سيستايتس. الى جانب ان احنا قلنا هيبقى فيه دريبلنج اليورين بصوره مستمره، فده بيعمل سكالدنج او لما بنسميه تسلخات في منطقه البرينيال ريجون او الهايند ليمب في اللي هو الميرز او الفيميل. الصوره دي بتوضح اليورينري انكونتيننس في الفيميل، وكمان بيوضح عندك ان شوف اليورين ستريم بيبقى ضعيف او ويك ازاي، مش زي لو الحيوان نورمال. والصوره دي بتوضح اليورينري انكونتيننس في الهورس او الميل، وكمان بيبقى غير الدريبلنج اوف يورين كمان بيبقى في بعض الحالات بيحصل عندك باراليسيس في البينس.
الصورة دي بقى بتوضح السكالدنج اللي احنا بنقول عليها، لو الصورتين سواء اليمين او على الشمال بتوضح ان فيه بيبقى فيه سكالدنج في منطقة البرينيوم والهايند لمب بالنسبة للفيميل او المير. طيب تعالوا بقى نتكلم ازاي نعمل دايجنوزس لحالة زي دي. الدايجنوز هيكون عن طريق الهيستوري طبعا، خلاص احنا اتكلمنا عنه في الاول، والكلينيكال ساينس. الحاجة اللي بعد كده الفيزيكال اكزامينيشن، هبدأ اعمل فيزيكال اكزامينيشن لما يجي لي حيوان باعراض زي دي، هبدأ ان انا اعمل له اكزامينيشن. الحاجة اللي بعد كده الكلينيكال لابوراتوري تيست، لو في بعض اللابوراتوري تيست اللي انا ممكن اعملها برضو بيساعدني استخدام السونار والاندوسكوب. طيب تعالوا نتكلم على اول حاجة الفيزيكال اكزامينيشن. بنقول الفيزيكال اكزامينيشن او فحص الانيمال، بنقول بعض الحيوانات هيكون في فيفر. فيفر معناها انديكيشن ان انا عندي انفكشن او انفكشوس كوز. زي ايه؟ قلنا ايه الانفكشوس ويعمل عندي الموضوع ده؟ قلنا زي الايكوين هيربس فيروس 1 اللي بيعمل عندي مايلو انسفلايتس وبرده حالات الاوستيومايلايتس. بنقول ان كمان بالاكزامينيشن ممكن تلاقي عندك ابنورمال بوتشر للانيمال. يعني ايه؟ يعني الحيوان له بوتشر او ماشيه غريبه او شكل غريب وهو ماشي وهو جاي عليا وانا بفحص الحيوان. لما اجي اعمل مثلا بلبيشن في منطقه الباك او الهايند كوارتر من الحيوان، هلاقي ممكن الاقي عندي بين لما اجي اعمل بلبيشن لمنطقه اللامبو ساكرا ريجون، او الاقي عندي لمنس في عرض في الهايند لمب من الحيوان. في كمان عندي حاجه اسمها ان انا ابدا اعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن، ده مهم وخصوصا طبعا الحالات اللي فيه يورينري انكونتيننس. فهعمل ايه؟ بقول لك لما احنا بنقسم طبعا الدمج اللي حصل في النيرفات، او مش هخش فيها قوي. المشكله ان انا حصل عندي دمج في النيرف في منطقه اللي هي الباك، سواء بقى منطقه قدام اللي هو اللامبو ساكرال بارت، او في منطقه اللي هو ايه منطقه الكودا اكواين. طيب بنقول ايه اللي بيحصل او ايه اللي انا ممكن اشوفه يبقى انديكيتيف ليا برضو بالاكزامينيشن. بقول والله لو حصل عندي دامج في اليو ام ان دي، معناها الابر موتور نيرف، لو حصل فيها ديسفانكشن اللي هي في منطقه السباينال كورد، المنطقه اللي هي اللامبو ساكرال ريجون، فالاعراض اللي بتظهر عندي على الحيوان او بالفحص الاقي عندي اتاكسيا باريسز، تمام، وبيبقى في عندي حاجه اسمها ديسمتريا اللي هو الموضوع كله بيتلخص ان بيبقى في عندي ابنورماليتي في الموفمنت بتاع الانيمال او الحركه بتاع الحيوان، وخصوصا في منطقه الايه الهايند ايه الهايند لمب او منطقه الباك بتاع الانيمال. كمان بنقول الحيوانات اللي بتبقى سيفيرلي افكتد قوي، يعني بصوره كبيره، بتبقى ريكومبنت او الحيوان بيرقد، بيوصل الحيوان ان هو ايه يرقد. طيب الحصانه بقى او الانيمال اللي هيبقى فيه ديسفانكشن في اللور موتور نيرف اللي هو يعني ايه؟ يعني الليجن في منطقه الكودا اكواينا، في زي ما اتفقنا يعني ايه كودا اكواينا قبل كده. ايه الاعراض اللي هتظهر عندي على الحيوان غير اليورينري انكونتيننس؟ بقول سعادتك بيبقى فيه فلاسيديتي في التيل وفي باراليسيز. في عندي حاجة اسمها فيكال ريتنشن، بيحصل ريتنشن للفيكال ماتر ان هي تخرج، بتبقى موجودة عندك في الريكتوم. بيحصل لوس في الانال ريفلكس تون، التون بتاع الانال ريفلكس اللي احنا اتفقنا عليه ان الحيوان بيبقى الانال بيبقى كونستريكتد والكلام ده كله، لا التون دي بتفقد. الى جانب ان الحيوان بيفقد السنسيشن في منطقة البرينيوم، وبيحصل عندك اتروفي في المصل وفي الهايند ليم وويكنس طبعا او ضعف فيها. بالاضافه لحاجه احنا كنا وريتكم الصوره قبل كده، انه بيبقى في بعض الميل الستاليون يعني بيحصل باراليسيس في البينس. ودي صوره بتوضح ان الحاجه اللي احنا قلنا عليها اللي هو اللص اوف الانال سفنكتر تون، تمام، بالاضافه ان بيبقى الحيوان بيفقد السنسيشن في منطقه البرينيم منطقه الهاند باك دي، والتيل بيبقى في باراليسيز، والفيكال ماتر بتبقى ريتندد جوه اللي هو الريكتوم.
طيب نكمل بقى برضو الدايجنوزس. قلنا ايه تاني ممكن استخدمه؟ ممكن استخدم اللي هو لابوراتوري ايه تيست. زي ايه؟ ان انا ممكن اعمل بلاد اكزامينيشن او اعمل هيماتولوجيكال بروفايل، الهدف منه ان بيبقى في حالات اللي هو الانفكشوس كوز بيبقى في عندي ليكوسايتوزس وهايبر فايبرينوجينيميا. ده بيبقى انديكيتيف ان انا عندي انفكشوس ايه كوز، زي حالات الاوستيومايلايتس، او كمان لما يبقى حصل كومبليكيشن كمان معايا وبقى في سيستايتس او بقى في بكتيريال سيستايتس، فده بيبقى انديكيتيف ان انا بقى في عندي انفكشن او في انفكشوس كوز. الحاجه اللي بعد كده اليورين اناليسيس، باخد عينه يورين وابدا اعمل لها اكزامينشن زي ما اتفقنا قبل كده. هلاقي عندي هيماتيوريا، هلاقي عندي بايوريا، هيماتيوريا طبعا نتيجه السيستاتس اللي هيبقى حاصل، او هيبقى في عندي بايوريا يعني موجود عندي بص في اليورين نتيجه برضو ان انا حصل عندي سيستاتس وبقى في انفكشن بكتيريا. طيب ايه كمان بيساعدني في الدايجنوزس؟ السونار، استخدم السونار. السونار بيساعدني ان انا اعمل كونفرميشن ان انا حصل عندي حالات اللي هو سابيولاس سيستاتس، او اللي هو يعني بقى في بص موجود عندي في اليورينري بلادر وبيبقى حصل عندي انفلاميشن، وبرده لو في نيوبلازم او في ايه نيوبليجن. الاندوسكوب بقى والمنظار، بنقول ده يوسف الدايجنوستيك تول كويسه جدا في حاله اليورينري انكونتيننس. بنقول المفروض ان احنا بنجري في الحالات اللي بيبقى ظاهر عليها او من ضمن العرض المميز اللي هو اليورينري انكونتيننس. بنقول ايه اللي بتشوف، ايه اللي بيظهر عندي بالاندوسكوب؟ بيبقى في وخصوصا دي في الحالات الكرونيك بقى اللي في كرونيك يورينري انكونتنس، بتلاقي عندك هايبرينيا في الميوكوس ميمبرين وفي اليورينري بلادر، بيبقى في هيموريدج، بيبقى في فايبرين اكيوميليشن، بيبقى في ديبوزيت من السيبولس سيدمنت او الباص يعني بيبقى موجود عندي في اليورينري بلادر. بتلاقي عندك الوول وفي اليورينري بلادر بقى سكند والريجولر، ده كله بيبقى واضح بالاندوسكوب. ودي صوره بتوضح استخدام الاندوسكوب في حاله باراليتيك بلادر، وكمان بقى كومبليكيت بان بقى في عندي سيستايتس، ويكون عندك المواد اللي احنا قلنا عليها، هتلاقي فيه هايبريميا وهلاقي فيه عندي هيموريدج فايبرين اكيوميليشن. الصوره بتوضح الكلام اللي احنا بنقول عليه. طيب التريتمنت بقى، اعمل تريتمنت لحاله زي كده ازاي، او التريتمنت هتبقى افكتيف يعني في حاله زي كده؟ فبنقول نبدا بالبروجنوز الاول. بنقول البروجنوز والله بيعتمد، يعني ايه البروجنوز؟ يعني الفيت اللي هتقول ايه الحاله، هل هي هتخف ولا ما مش هتخف، او يعني هيبقى في شفاء ولا لا. بنقول ده بيعتمد على الكوز الاساسي للمشكله، وبيعتمد على الكرونيستي بالنسبه للبروبلم. بنقول ان في الحالات اللي المشكله بقى فيها irreversible، يعني لو حصل عندي دامج في النيرفات بصوره خلاص، النيرف حصل له دامج قطع في النيرف، حصل عندي خلاص الديجنريشن او الديمايلينيشن في النيرفات بصوره كبيره وبقى واضح بقى له فتره كرونيك، هيبقى بور بروجنوز. طيب التريتمنت بتعتمد على ايه في التريتمنت؟ التريتمنت بتعتمد حضرتك على اول حاجه ان انت تفضي اليورينري بلادر بصوره دوريه عشان ما يحصلش اكيوميليشن اليورين جوه ويبدا يعمل لي ايه مشاكل اكتر. فانا بعمل ايه؟ ريجولار كاسترايزيشن، وطبعا لازم الكاسيتر مش انا بقى اللي هدخل الانفكشن، لازم تبقى ايه؟ تبقى استرايل، وعلى طول بصوره دوريه ابدا اعمل ايفاكويشن لليورين. الحاجه اللي بعد كده ببدا استخدم الانتي بايوتكس كبروفلاكتيك عشان ما يحصلش عندي ديفلوبمنت للسيستاتس ككومبليكيشن. كمان بنقول ان هي بتبقى ليها يعني فايده في حالات الايه الاوستيومايلايتس. بستخدم الكورتيكوسترويد عشان الانفلاميشن لو في حالات تبقى مفيده عندي في حالات اللي هو المايلو انسفالايتس، بستخدمها لمده 8 ل 10 ايام. كمان بقول ان انا ممكن استخدم حاجه عشان زي ما قلنا بيبقى في سكالدنج، بيبقى الحاجات بتبقى بينفول بالنسبه للفيميل، فبنستخدم حاجه زي الفازلين كتريتمنت.
ودي صورة بتوضح اللي هو الكاسترايزيشن يعني الايفاكويشن للكونتنت اوف اليورينري بلادر باستخدام اللي هو الكاسيتر في حالة اللي هو ايه الباراليتيك بلادر اللي هو الباراليتيك اوف اليورينري بلادر. نيجي بقى نتكلم بعد كده على اليورولسياز. يعني ايه يورولسيازس؟ يعني في بعض الحصوات هتتكون عندي في اليورينري تراكت بالنسبه للانيمال. الحصوات دي ممكن تتكون في اي مكان من اليورينري تراكت، يعني في الكدني، في اليوريتر، في اليورينري بلادر، في اليوريثرا، بس بيبقى كومون فاوند فين؟ بتبقى موجوده في اليوبي واللي هو طيب الحصوات دي يعني بتتكون ليه او بتتكون ازاي؟ بنقول ساعتك في اكتر من عامل ممكن او يعني مش ممكن، ده هو بيبقى فيه اكتر من فاكتور بيحفز او بيأهل ان الكالكولاي تتكون. اول حاجة احنا عارفين ان اليورين في الاكواين بيكون مختلف عن باقي الحيوانات، ان هو بيبقى تربد نتيجة ان هو بيحتوي على نسبة ميوكس كتير والكالسيوم كربونات. فبنقول ان الميوكس والابيثيليال ديبرس دي في الاكواين بتبقى مش بس ان هو دورها ان هي تخلي اليورين فيسكس وتربد، لا كمان ان هي دي اللي بتبقى عند اللي هي النيدس او النيوكلياي اللي بتتكون عليها الكاليكولاي او الحصوه بعد كده. بنقول ان الدايت او الراشن اللي انت بتديها للحيوان ليها دور. بيقول لك عندي نوعين من الحصوات، كالسيوم كربونيت كريستال، ودي بتبقى في الحيوانات اللي بتتغذى على الهي، والحصوه دي بيبقى شكلها يلو براون في الكالر. اما الحصوه الثانيه اللي هي بتبقى فوسفيت او استروفيت، دي بتبقى الحيوانات اللي بتتغذى على الجرين على الجرينز، ودي بيبقى سموث وايت في اللي هو الكالر. طب هل بس الراشن والميوكس بيبقى والابيثيليال ديبس هو السبب؟ لا حضرتك، بص في كمان حاجات تانية، يعني مثلا الديفيشنسي لبعض العناصر مثلا زي فيتامين ايه. احنا عارفين ان فيتامين ايه مسؤول على النورمال انتجريتي للابيثيليوم في الجسم كله، فالديفيشنسي بتاعه ممكن هيبدا ياثر عندي على الابيثيليوم اللي منه الابيثيليوم بتاع اليورينري سيستم، فيبقى في عندي ابيثيليال ديبس بصوره كبيره، قلنا دي بتعمل عندي نيدس. كمان الانفكشن لليورينري تراك برضو دي بتبقى مساعد عندي ان هو برضو يحصل عندي المشكلة دي. كمان الووتر، هل الحيوان اللي عندي فيه فري اسيس للووتر ولا الحيوان فيه مشكلة في اللي هو تقديم المية ليه او اللي هو يشرب مية بطريقة سليمة. كمان السيزون، بنقول ان في الوينتر بيبقى بصوره اكبر تكون الحصوات نتيجه ان الحيوان اقباله على الميه او الوتر بيبقى اقل. فبنقول في عده عوامل ممكن ايه تساعد عندي على تكوين الكالكيولاي او الحصو. ودي صوره بتوضح شكل الكالكيولاي في الاكواين، ده شكلها في اليورينري بلادر الصوره اللي على اليمين، وده شكل الحصوه بعد ايه ما خرجت، وتمكن توصل الحصوه في اليورينري بلادر ان هي تبقى كبيره جدا، يعني حجمها كبير. ودي برضو صوره تانيه بتوضح عندي شكل الكالكيولاي من خارجه من اليورينري بلادر، حصوه كانت متكونه عندي في اليورينري بلادر في اللي هو. نتكلم بقى على الاعراض. الاعراض هتبقى اكوردنج للكاليكولاي فين، في اليورينري بلادر ولا في اليوريثرا. نتكلم على اليورينري بلادر، بنقول الحصوه ممكن تبقى في الاول موجوده في رينال بيلس، وبعد كده تبدا ايه تنزل عندي في اليورينري بلادر، بعد كده تبدا يحصل لها انكريس في السايز زي ما احنا شفنا في الصور اللي قبل كده، يبدا يحصل عليها المينرال ديبوزيشن وحوالين النيدس اللي احنا قلنا عليها، ويبدا يعمل لي عندي ايه لارج سايز ايه كاليكيولاي. بنقول الساينس اللي بتبدا تظهر عندي على الحيوان ممكن يبقى سيفير ابدومينال بين او كوليك، الحيوان يبقى في الستريننج لما يجي يعمل يورينيشن او بيبقى في بين في اليورينيشن، كميه اليورين الحيوان تلاقيه يعمل فريكوينت يورينيشن، اليورينيشن يبقى بصوره اللي هو فريكوينت وخرج زي ما قلنا في كل مره كميات اقل من اليورين. اليورين كمان ممكن يبقى يحصل عندي تشينج في الكلى او بيبقى بلادي يورين بيبقى معاه
بلس، ده بالنسبه للبلادر كاليكولاي. طيب بالنسبه بقى لليوريثرا كاليكولاي، الموضوع هنا الاعراض بتبقى بصوره اكتر يعني، او صوره اشد او سيفير، واكوردنج برضه عندي هل اليوريثرا او الكاليكولاي اللي موجوده في اليوريثرا عامله عندي كومبليت اوبستراكشن، يعني عندي اوبستراكتيف يوروليسيز، يعني اوبستراكتيف يوروليسيز يعني الحصوه في اليوريثرا قافله عندي المسار في اليوريثرا بشكل كامل ومفيش يورين بيخرج عندي، فالموضوع ده هيبقى صعب. لكن في حاله اللي هو الانكومبليت اوبستراكشن برضه هيبقى فيه اعراض موجوده. فبنقول الاعراض عندي اللي بتظهر بيبقى عندي ابدومينال بين، يبقى فيه ريستلسنس، بيبقى فيه فريكوينت يورينري اتمبتس. كمان بنقول ان بالريكتال، وطبعا ستريننج طبعا ديورنج اليورينيشن بيبقى فيه بينفول يورينيشن. قلنا لو اوبستراكتيف مش هيبقى فيه يورين هيمر او هيخرج، لو بارشل هتلاقي في دريبلنج لليورين او كميه من اليورين هتبدا تخرج، ممكن يبقى كمان بلاد يورين او بيبقى اليورين معاه بلاد. لما تيجي تعمل ريكتال اكزامينشن في حاله زي كده هتلاقي ان اليورينري بلادر هتبقى ديستندد باليورين، تمام. وكمان الستون اللي مكانها بتبقى ممكن تبقى موجوده في اي مكان من اليوريثرا، بس في الغالب بتبقى موجوده في البلفيك البن. الساينس اللي احنا قلنا عليها او الابدومينال بين، خلاص احنا عارفين الابدومينال بين في الاكواين هتلاقي الحيوان ممكن عامل ستريتشنج لنفسه نتيجه البين اللي حاصل، هتلاقي الحيوان نايم على الارض وبيعمل بادلنج برجليه، الحيوان بيعمل بايتنج لمنطقه الفلانج. في اعراض كتير هشوفها في الابدومينال بين، بالاضافه بقى الاعراض اللي هي اليورينيا، هتلاقي عندك الفريكوينت يورينيشن او البلاد يورين، او الحيوان بياخد وضعيه اليورينيشن بس مفيش يورين بينزل عندي. لو هو اوبستراكتيف هتلاقي في ستريننج ديورنج اليورينيشن. كل الحاجات دي ايه بتساعدني، او اعراض بتظهر عندي على الحيوان بتساعدني في اللي هو التشخيص. طيب تعالوا بقى نتكلم على الدايجنوز. بنقول الدايجنوز يا اما عن طريق الكيس هيستوري، يا اما الكلينيكال ساينس، يا اما اللاب دايجنوزس. اللاب دايجنوزس ان انا هبدا اخد زي ما اتفقنا يورين سامبل، ابدا ان انا اعمل لها اكزامينشن، هلاقي برضو نسبه الابيثيليوم او الابيثيليال ديبريس والبلاد بتبقى موجوده بنسبه عاليه، هلاقي في كريستالز او الكاليكولاي اللي احنا قلنا عليها ممكن افحصها برضو تحت الميكروسكوب وتبقى وحد منها نوع الكاليكولاي اللي موجوده. كمان بيساعدني في الدايجنوز الالترا ساوند والاندوسكوب. نبدا بالالترا ساوند، دي صوره بتوضح عندي ايه، دي صوره لليو بي او اليورينري بلادر. الصوره بتوضح عندي ان وجود السهم بيشير ان في ايه حصوه او كاليكولاي موجوده عندي في اليورينري بلادر. بقول الكيسستر الصوره اللي معايا دي من هورس، عمره 20 سنه، والاعراض اللي كانت يعني ضمن الاعراض اللي ظهرت عليه كان في هيماتيوريا او بلادي يورين. الصوره الثانيه دي بتوضح عندك اليورينري بلادر بس باستخدام الاندوسكوب او اللي هو السيستوسكوب، يعني الاندوسكوب لليورينري بلادر. فموضح عندك السهم بيشاور على الكاليكولاي او الحصوه اللي موجوده او متكونه عندي في اليورينري بلادر. نتكلم عن التريتمنت، هبدا اتعامل مع حاله زي كده ازاي. بنقول من ضمن الكلينيكال ساينس بتبقى موجوده بيكون في عندي ابدومينال بين او كوليك، فلازم اتعامل مع البين او الكوليك ان انا هبدا استخدم سموث ماسل ريلاكسن زي الديسكوبان او الفيزرالجين، ده بيبقى امبول 70 كيلو جرام، مهم جدا عشان في بعض الحالات اللي هو الاوبستراكتيف ممكن نتيجه البين وحركه الحيوان والكلام ده كله يبدا يعمل عندي رابتشر الجرين بلادر، فابدا استخدم سموث ماسل ريلاكسن. الحاجه اللي بعد كده، طب الحصوات بقى هبدا لما اتاكدت ان في عندي كاليكولاي هتعامل معاها ازاي اكوردنج بقى للحصوه اللي موجوده معايا، هل الحجم بتاعها يعني يستدعي ان انا ابدا استخدم الليزر
ليزر الستريبسي، فيبدأ يعمل تفتيت الحصوات وبعد كده تنزل، ويبدأ طبعا استخدم بقى الدراجز الانتيسيبتيك والحاجات اللي تبدأ تعمل عندي تشينج للبي اتش والكلام ده كله مع بعد الليزر، ولا هتبقى الحصوات حجمها اكبر فتبقى محتاجة سيرجري، سيرجري زي اللي هو اللابرو سيستوتومي والبرينيال يوستوتومي او البارا ريكتال سيستوتومي. يعني ان هي الفكرة في ان يبدأ يفتح على مكان الحصوة ويبدأ يخرج الحصوة ويبدأ تتعامل معاه كعملية جراحية. وكده تكون انتهت محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.